صفحة اليوفنتوس، أنا هي داود طالبة طب أسنان، واليوم حابة أحكي لكم عن موضوع نحنا ما كتير منورجي أهمية. طيب، هذا الموضوع هو البرايمري تيث اللي هن الأسنان اللبنية. طيب، نحنا بأغلب الأحيان لما نشوف طفل سنه اللبني متضرر متسوس فيه أي مشكلة، أول فكرة بتخطر عبالنا هي إنه ما مشكلة، هذا السن رح يوقع. بس إحنا ما عرفانين إنه نحن بهاي الطريقة كتير عم نأذي الأسنان الدائمة، الـ permanent teeth عند الطفل. كيف؟ الأسنان الدائمة الـ permanent teeth بتحتاج مساحات معينة ووقت معين وصحي لتطلع فيه بطريقة صحية وطبيعية. فنحن لما السن اللبني بيتسوس أو بيصير له أي مشكلة وبيوقع قبل وقته، هذا بيخلي الأسنان الدائمة تطلع قبل وقته، وهذا بيؤدي لكتير أمراض وكتير مشاكل مثل المال أوكلوجن اللي هي لما يكونوا الأسنان أو العضة غير صحية وطبيعية، أو ممكن يؤدي لشيء اسمه كراودينج اللي هو لما الأسنان يركبوا على بعض. هذا الشيء طبعا رح يؤدي انه الطفل يحتاج لكتير علاجات مثل التقويم وغيره، ونحن بنحاول نبعد عن هالشيء قد ما فينا. طريقه انه نتجنب يصير هيك كتير سهله. اول سن لبني بيطلع عند الطفل بيكون بيعمل 6 شهور.